اخوان اجيو تشوفوا معنا اليوم شنو دارت الجائحه في الناس وفي الحيوانات. واحد القصه غريبه منين بدات كورونا، المهم غنحكيوها لكم في هذا الفيديو. هذا شي ناس كانوا كيديروا السيرك كما كتشوفوا رانا في بلاصه السيرك. هذه تقريبا اكثر من سنه هما كيتواجدوا في هذا المكان هذا حيت وقع لهم مشكل. المهم احنا غنكملوا القصه ايطاب ايطاب، خليكم معنا. وي صافي صافي لا ما عندك ما تكرشيتي. On n'a pas le droit. Si. Oh. Dès que la phrase est. كما كتشوفوا في هذه الجهه كاين النمر، ها هو هنا، وهنا كاين الاسد، ولكن راه ما بغاش ينوض، عييت ما نحاول باش ينوض ما بغاش. ولهذا غنكمل لكم القصه. هاد الناس كما قلتوا هاد المكان هذا الحقيقه ماشي كانوا في هاد المكان، كانوا في مكان اخر ديال السيرك. ولهذا الظروف منين بدات كورونا حتمت عليهم يجلسوا في هاد المكان هذا لاسباب ديال الجائحه. كانوا كيمروا من ازمه كبيره، كانوا لقاو مشكل مع الحيوانات، وصلوا حتى ما لقاوش شنو ياكلوا الحيوانات. وانا باش عرفت هذا الشيء عرفته في مواقع التواصل الاجتماعي، هي اللي بداو كيهضروا عليها، وبداو الناس اللي كيساعدوهم باش ياكلوا الحيوانات ديالهم. وجات مع الوقت وصلوا، المهم وصلوا لواحد الحل، احنا غنكملوا عليه. نو لا با سي با لي ليو اتما سي لو تيكر. كل الشوف لا الفوتو دو ميا. كما لا الفوتو دو ميا نورمال، مي جيست ان فوتو، مي لي لي تيكر لي ليو لي لابا لي ليو لي لابا. عبد الرحمن بيان فوار لي تيكر. واحد النمر هنا عاوتاني. Comment t'as trouvé Adam? Viens avec moi, viens. Oui, c'est. Ah, c'est pour papa, c'est rien. Non, j'ai pas peur, j'ai. Viens avec moi, ouais, je sais, bah, toi, c'est beaucoup de courage, papa. Oui, oui, non, non. Il est beau. المهم ها السبع ما بغاش يوقف. اي وي لي ليون هي دو عبد الرحمن. اه وي لا دو لا ماما صافي هي لا مونجي لابا. وي لا ماما يا بابا. اي وي هي ماما يا بابا. عبد الرحمن قال لكم راه كاين مامو اي بابا. regardez la balle à les tigres. وين انا ديجا فيلم لي تيغ. لا بالا الشيا اي سيرفي دي تيغ لي زامي. لا بالا دي ان. واخيرا الاسد كيوقف. واش هذا اللابو ولا الاسد؟ لا اللابو، الاسد راه فينا نعس. كما قلت لكم في الفيديو من قبل، هاد الناس هادو نصدقوا في ازمه، ولهذا غطيت عليهم فكره باللي خصهم يردوها حديقه الحيوان. والسبب اللي ردوهم باش يلقاو غير هنايا حيت معلاش ما كيلقاوش توريزاسيون في اماكن اخرى باش يمشيو للمدينه، حيت كما كتعرفوا ما عندهمش شي مكان مستقر فيه، حيت علاش
كينتقلوا من المدينه للمدينه، كاينين منين بدات الجريحه لقاو مشكل باش ما باش يمشيو يعطوهم تريزاسيون ويمشيو لمكان اخر، ما لقاو غير هنايا في مدينه نيم. ما الناس طاحوا في ازمه، طاح عليهم مشكل، ما لقاوش كيفاش يتنقلوا من مكان لمكان، ما عليهم طاح عليهم غير فكره باللي السيرك ما يبقاش سيرك، وردوها حديقه الحيوانات باش يوفروا ما ياكلوا هاد الحيوانات، قوت العيش لهاد الحيوانات. والناس اكثريه الناس دابا كيجيو يزوروا هاد المكان هذا غير من اجل باش يتضامنوا مع هاد الناس، باش يساهموا معاهم، باش يدوزو شويه من هاد الازمه شويه بشويه. ما راهو ما راه مشكله، حيت راه ما صدقوا راهم حاصلين في هاد المكان ما عرفت حتى فوقاش، ونتمنى من الله يفرج عليهم ويهز علينا هاد الوباء. هادي اول مره ما كنحس جبل شابو هكا، نحاولوا باش نعاودكم القصه ديال هذا الشيء ونتعكم اكثر لهاد الحيوانات رائعه واللي زوينه كاع ما شاء الله. هانتوما كما كتشوفوا سميت هذا اوه، وكنتمنى هذا الشيء ان اللي عجب لكم. بارك الله فيكم. يا ايمن ايمن بغيتو شي؟ وي يا خلي تشوف بابا ولا تدير خيط. هذه بابا ولا تدير خيط. برافو بابا ولا تدير خيط. كوا جي انفي توشي لي ان لابا. هذا ايش Maman, j'ai envie de dire un truc aux amis. J'avais dit un truc aux amis de ses amis. Les amis, c'est buffle, il a des grandes cornes. C'est buffle. Notre buffle, je sais pas, il fait quoi là? Bizarre. C'est buffle. Les amis. Celui-là, il est vraiment bon. C'est buffle. C'est buffle. Il a ouvert sa langue. القرودة مخبعين. Maman, il marche là-bas. Il est parti.
Naman a une vache là-bas. Les mains, une retraite. Non, non, non. Moi, je ne pense pas. Point, Arma. ظروف صعاب اللي كيدوزو هاد الناس هادو ولا كاينين يقدروا يبتكروا طريقه اخرى اللي يقدروا يديروا بها قوت العيش ديالهم ما وقعش ليهم فشل وبذلوا مجهود اكثر باش مهم يستمروا داروا هاد البلاصه داروا حديقه حيوانات وعليهم باستمرار ما فشلوش ولهذا حتى حنا هكا خصنا نكونوا في حياتنا خصنا نحاولوا ما غاد ما نفشلوش ونبذلوا المجهود ونستمر لاكثر هو راه مشى ما شاء الله تبارك الله فان فوتو فان فولي فوتو فان سميتو هذا؟ كم صافي؟ كوكوتان ما عرفتش شنو راه ما عرفتوش بالعربيه كاين شي واحد يقولوا لي كيف سميتو بالعربيه ولا بالامازيغيه ولا بحال بحال المهم انا ما عرفت سميتو ان شاء الله ما بغاش يوقف ولكن تبارك الله اخوان ولهذا هنا كننهيو هذه المغامره ديال هذا النهار في هذا الفيديو وما نسميها واش سيرك ولا حديقة الحيوان كنظن بحال بحال كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم هذا الشيء وتحياتي لكم تبارك الله عليكم وعليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.